بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. قال النائب في المجلس التشريعي حسن خريش إن اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس في التحقيق في محاولة اغتياله قبل 3 أسابيع لم تصل إلى أي نتيجة تذكر، مشيرا إلى أن من يمتلك السلاح في الضفة والأجهزة الأمنية وبعض المقربين منهم. وأضاف خريش خلال مؤتمر صحفي في مركز وطن للإعلام برام الله إن من أطلق رصاصات الغدر تجاهه قبل أيام يمتلك غطاء أمنيا وماليا ممن أعطاه التعليمات، ومن يمتلك ذلك قطعيا متنفذ. لأدك وندك معا ناقوس الخطر عن ممارسة بعض ممن يسمون أنفسهم تجاوزا قيادات لا تملك غطاء شعبيا ولم تأتي عبر صندوق الاقتراع، وإنما امتلكت أموالا تشتري بها ذمما لتحمي وجودها ومصالحها من خلال إرسال رسائل كاتمة للصوت ومرات أخرى سالبة للحياة. عثرت قوات من شرطة الاحتلال فجر اليوم على صاروخ من نوع لاو في مدينة باقة الغربية، وأشرعت بتطويق المنطقة وإبعاد المتجمهرين من المكان تحسبا من وقوع انفجار. وعلم أن الصاروخ كان ملقى على الأرض دون معرفة مصدره، الأمر الذي دفع برجال الشرطة إلى إخلاء المنازل في محيط الصاروخ وإبعاد المتجمهرين واستدعاء سيارة إسعاف تحسبا من وقوع إصابات. اعتبر المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عموس هرائيل أن التكلفة المباشرة للحروب الأربع التي خاضتها إسرائيل منذ عام 2006 تقدر ب 25 مليار شيكل، بينما يقول عضو الكنيست عوفر شيلح أنه يكفي أن يشن العرب حربا على إسرائيل مرة كل سنتين حتى ينهار الاقتصاد الإسرائيلي، وحتى بدون أن يحقق العرب أي انتصار. ويطالب جيش الاحتلال قبل الحسم بشأن ميزانية عام 2015 بمبلغ 8.6 مليار شيكل لتغطية المصاريف المباشرة للحرب. في موضوع آخر، أكد محافظ محافظة الخليل كامل حميد أن المحافظون يعانون من عدم وجود قانون فلسطيني يحدد اختصاصاتهم وعملهم، لذلك بات من الملح وجود هذا القانون. وقال حميد في برنامج فلسطين هذا الأسبوع الذي ينتجه تلفزيون وطن ويقدمه الإعلامي حسن عبد الله إن دائرة شؤون المحافظين في الرئاسة الفلسطينية تعمل حاليا على دراسة مشروع لإطار قانون ناظم لعمل المحافظين، مؤكدا وجود قانون مقترح يتم دراسته من خلال كافة الأطراف ذات العلاقة. نحن ما نعاني منه حقيقة هو عدم وجود قانون فلسطيني مختص في هذا الجانب، ويجري العمل الآن من خلال مستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات ومن خلال طاقم شؤون المحافظات من أجل إصدار قانون فلسطين. ونختم الموجز بهذا الخبر. فقد نظم تجمع شباب مخيم الجلزون شمال رام الله مبادرة لتنظيف وتأهيل الكنيسة الأرثوذكسية وسط قرية جفنة المجاورة، وذلك مساهمة من شباب المخيم في تعزيز الوحدة الوطنية وتوطيد العلاقة بين المخيم ومحيطه. هذه المبادرة الشبابية يرى فيها الكثيرون خطوة مهمة في إطار توحيد العلاقات بين أبناء الشعب الواحد، لا سيما في ظل ما تعيشه البلاد العربية من حروب طائفية مرعبة. المناضلين والمقاتلين الفلسطينيين في اجتياحات الضفة لقوا الملجأ الوحيد لهم كنيسة المهد. ناس استشهدت جوا الكنيسة، ناس صلت جوا الكنيسة، وناس انأسرت جوا الكنيسة. فصار من الواجب انه احنا كتجمع شباب مخيم الجلزون اللي هو بضم مجموعه من الشباب اللي لها توجهات فكريه معينه، جزء منها متدين وجزء منها يساري وجزء منها من اليمين فتح، يعني بالناس من كل اليمين، وصار انه لازم نرد الجميل لاخواننا المسيحيين. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.